تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الأخيرة في البوسنة والهرسك التي لم يسجل مثلها في 120 سنة الأخيرة بأضرار هائلة أصابت أكثر من مليون مواطن. فقد غطت المياه آلاف الكيلومترات من الأراضي حيث غمرت أكثر من 30% من مساحة البوسنة والهرسك. لقد بلغ عدد البلديات التي تعرضت للفيضانات 78 بلدية. وكانت نتائج هذه الفيضانات مدمرة ليس للأفراد فقط بل وللممتلكات. فقد تسببت الانهيارات الأرضية بتدمير البنية التحتية والممتلكات، وتدمرت الطرقات والجسور والسكك الحديدية والمؤسسات العامة والمحلات الخاصة. لقد اضطر أكثر من 80,000 مواطن إلى الرحيل عن ممتلكاتهم التي تدمرت جزئيا أو بالكامل. وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في تهديد أكثر من 15,000 مكان عمل، منها 5,000 في المجالات الزراعية و10,000 في المجالات الاقتصادية الأخرى. ففي مدينة ماغلاي وحدها فقد 2,800 شخص أماكن عملهم. كما تواجه المواطنين مشكلة خطيرة أخرى، وهي حقول الألغام التي تحركت من أماكنها بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات. تدعو المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك جميع أصدقائها في أرجاء العالم لتقديم العون والدعم للبوسنة والهرسك لإصلاح وترميم ما دمرته الفيضانات التي أصابت البوسنة والهرسك منتصف شهر مايو أيار الماضي. إن ربع سكان البوسنة والهرسك قد تضرروا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الفيضانات والانهيارات الأرضية، فهم يحتاجون في هذا الوقت العصيب إلى دعمكم ومساعدتكم. فقد تضرر أكثر من 100,000 مبنى، وتهدمت أغلب العيادات الطبية والمدارس في تلك البلديات، وقد دمرت أكثر من 230 مدرسة تماما. لقد كنتم دائما بجانب البوسنة والهرسك، فنرجو أن تكونوا معها الآن، فهي تحتاجكم وتحتاج إلى دعمكم. إن سكان المناطق المتضررة يحتاجون إلى مأوى، فأغلبهم يسكن مؤقتا عند الأقارب والأصدقاء أو في مراكز إيواء عامة، وهم يحتاجون إلى دعمكم لإعادة بناء بيوتهم. إن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والبيوت البلاستيكية قد جرفت، وآلاف الأشجار المثمرة والغابات قد دمرت، وهلك آلاف الأغنام والأبقار والدواب. إن عددا كبيرا من المتضررين هم من اللاجئين العائدين إلى منازلهم بعد طردهم منها إبان الحرب، وبعد أن عادوا ليبدأوا حياتهم في ممتلكاتهم من جديد جاءت الفيضانات فدمرت ما بنوه، وهم يحتاجونكم. وتقدر الأضرار الشاملة لهذه الفيضانات بأكثر من 1,300,000,000 يورو. إنكم بتقديم المساعدات العاجلة تساهمون في عودة آلاف المزارعين إلى أماكن عملهم ليتمكنوا من استصلاح الأراضي ومعاودة زراعتها. فهناك حوالي 15,000 مكان عمل قد تدمر في المجال الزراعي. ساعدوا البوسنة والهرسك الآن كما ساعدتموها في الماضي. ساعدوا المتضررين ليتمكنوا من العودة إلى ديارهم وممارسة حياتهم وإعادة بناء بيوتهم.